أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، مرحبا بكم من جديد في برنامجكم شهادات من المغرب. كيف كتعرفوا برنامج شهادات المغرب هو برنامج اللي كنوريو فيه حكايات واقعية، قصص حية ديال ناس مغاربة من جميع المناطق، ناس اللي دازوا من ظروف صعبة، من مشاكل صعبة، واللي تغيرات الحياة ديالهم. فهاد الأشخاص بنفسهم هما اللي كيحكيوا لنا القصة ديال الحياة ديالهم، شنو اللي وقع لهم، كيفاش تغيرات الحياة ديالهم. في الحلقة ديال اليوم غادي نتلاقاو مع كريم. كريم هو اسم مستعار، أعطيناه هاد السمية هذه لأنه كيمثل بزاف ديال الناس اللي ممكن يتسموه بكريم، أو بصفة عامة كيمثل المغاربة. أعزائي المشاهدين، كلنا تزنا من ظروف صعبة، كلنا كندوزو من ظروف صعبة، ولكن أين الحل؟ اليوم غادي نشوفوا كيفاش وصل كريم للحل ديال المشكل ديالو. كبرت في أسرة مغربية متوسطة الحال اجتماعيا، الوالد كان جندي، ولكن ظروفه صراحة كانت صعيبة، ظروفه المهنية كانت صعيبة بزاف. تاي زورنا فعلا في وقت العياد والعطل، ولكن صراحة الغياب ديالو خلى فراغ كبير في حياتي، وكانت أجمل اللحظات عندي هي ملي تيجي كونجي وسي كانوا عامرين حلوة وكادويات. دازت أيام وجات أيام ولفنا صراحة، ولفنا هاد الإيقاع. الوالدة مسكينة كانت صبارة، لعبات دور الأب والأم وهزات الحمل للأسرة. ولما تقاعد الوالد كان حدث كبير والعائلة كلها كتسناه. أخيرا كنا كنقولوا هاد الهضرة، أخيرا غيستقر با معانا، غنجلسوا معاه ونضحكوا ونقضيوا شحال ما بغينا هاد الوقت. فرحتي كانت عظيمة والدنيا ما قداتني، حيت كنت مجتهد في دراستي وكنت عارف باللي الوالد غيرضي عليا ويتهلا فيا. ولكن عامين من بعد التقاعد الوالد مشى وخلانا، ولكن هاد المرة ماشي المدينة أو معسكر، رحل بالمرة. مات الوالد ومات معاه الفرحة المرقوبة، وتنقش في صدري أول شرح. في نفس العام أرسبت، يعني سقطت في الدراسة ديالي وجربت الفشل الدراسي، وهكذا أهجرت الفرحة قلبي وصرت عبد للألم. كنت كنكتب يعني قصص قصيرة، وهكا الكتابة أصبحت هوايتي المفضلة. بها كنت كنفوج على خاطري، وليها كنت كنبوح بهمي. وخا شخصيتي صراحة كانت اجتماعية، كنت كنفضل المطالعة. قريت بزاف ديال الكتب، تاريخية، سياسية، أدبية، فلسفية، وتعرفت ما بين صحابي بالكتابة والمطالعة. هذا علاش واحد منهم عطاني في مرة كتاب مالو مثيل. هاد الصديق إلا مازال كنتذكر، يعني هذا الصديق حصل عليه في فرنسا،
اللي كما حكيت في الاول الركيزه الاولى الوالد طاحت وتنسات مع الايام، والركيزه اللي بقات الوالده خانتها الصحه، كانت ديما 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 كتشكى من حريق الراس، ولكن عمرني ما توقعت يجي نهار تصير فيه امي ضريره فقدان البصر. كان صعيب عليا نشوف الوالده في ديك الحاله، مره تضربها طبلة ومره يزدحها حيط، وكان صعيب عليها نشوف زرابي صوبتهم بكل دقه بكل حذاقه، ودابا جهله حتى لونهم. كان سر الاسرار معايا كتاب الحياه الانجيل، ولكن كان بالنسبه لي كتاب ادبي، كتاب ادبي متميز. وكان حصلت على البكالوريا بميزة مستحسن، ومباشرة التحقت بسلك الوظيفة العمومية. من بعد التخرج كنت تعيين في منطقة قروية، كنت كنعتبر نفسي فاشل حيث كنت باغي نكمل قرايتي ونمشي بعيد، ولكن في واحد النهار سمعت البرنامج إذاعي مسيحي، سجلت العنوان وكتبت ليهم، ومن ثم بديت دراسة مجانية على حياة السيد المسيح. كنت متحمس لهذه الدراسة، ومن خلالها عرفت باللي الإنجيل اللي عندي هو جزء فقط من كلام الله، الكتاب المقدس واللي فيه زوج أجزاء، العهد القديم أي التوراة، ثم العهد الجديد بمعنى الأناجيل الأربعة والرسائل اللي كتكلم على يسوع المسيح ابن الله الفادي والمخلص. خديت فكرة على العهد القديم من الدروس اللي كتشرح بداية الخلق والخالقة، وكيفاش دخلت الخطيئة للعالم، والطريقة اللي تعامل بها الله مع الشعب القديم، والشرائع اللي وضعها للناس وكلف بها الأنبياء. ما قدرتش نحصل على الكتاب المقدس كامله، حيث البارد اللي كيتصافط من الخارج كيتفلى ويتنقى في الديوانة، وما تيوصلوك غير مطبوعات وكتيبة بساط. داكشي علاش بقات في بالي أسئلة ما لقيتش لها جواب. تحسنت وضعيتي المادية، وبديت كنشر قصصي وقصايدي في جرائد وطنية، وبدا طموح جديد تيلمع قدامي. كرست وقت كبير للكتابة، وكنت كنشوف راسي كاتب قصصي واعد، وبالفعل دخلت مغامرة النشر وصدرت مجموعة قصصية. كنت حاس بالزهو وشعرت باللي حياتي عندها معنى. كان في عمري 25 سنة، الشي اللي خلاني نكبر في عين نفسي وفاميلتي وصحابي، وبالأخص لما قريت تعليقات ومقالات كتحدث على مجموعتي القصصية في جرائد ومجلات. مع الوقت اهملت أي حاجة كتتعلق بالدين، وحتى الكتاب اللي كنت كنعزه الإنجيل تودر ليا. كانت سفينتي كتصارع المواج، يعني مواج الحياة، وكان مرادي ورجايا نكون إنسان ناجح، نهزم الظروف ونرسم مستقبلي كيف ما بغيت أنا. إيه أنا، حتى خطة غير خطتي أنا، ولا قوة أو سلطان غير جهدي أنا. والغريب أنه في هذه الفترة واخا كنت بعيد على الله وساد بيبان قلبي عليه،
امور عجيبه كتوقع ليا. في مره مازال كنتذكر كان السوق الاسبوعي وكنت انا في عطله وقصدت جهه كيتباعوا فيها السيديات. كنت باغي نعمر وقتي صراحه باي حاجه. والمعروض في الغالب كان هجين مبتدل وقليل الحياة. في اللحظة اللي مديت فيها يدي نفتش في وسط عرام سيديات طحت عينيا على صورة شخص مصلوب. كان فيلم على حياة السيد المسيح، شريته بدون تردد بدون تردد شريته. والدهشة لازماني وباقي كنتذكر حتى واحد النهار كنت راجع فيه للدار حين بان ليا واحد السيد مفرش على الارض كتب قدام مستعملين. وقلت نلقي نظره وربما نصيب شي كتاب همزه. استغربت صراحه لما لقيت بحال كتابي المفقود الانجيل. شريته حتى هو بدون تردد والفرحه هزاني. ولكن عمرني ما غنسى الكتب اللي صبتهم عند واحد التلميذ في الدوار وجا لعندي وفيديه بزاف كتب مسيحيه. قال لي باللي باه تعطاو ليه في مدينه ساحليه وملي هو ما قاريش جابهم ليه ربما ينفعوه في المدرسه. الكتب كانوا بالفرنسيه والانجليزيه والتلميذ عازم يبيعهم. شريتهم بدون تردد وسؤال واحد على لساني، واش هاد الشي كله صدفة؟ ما عرفتش علاش بديت كنحس فعلا بشي قوة كتجذبني ليها بحال شي دقات على باب قلبي. شي حد تيقلب عليا وانا ضايع. كنت ناجح صراحه في خدمتي وطموحي ككاتب كنت تقدم ليه بكل ثقه. ولكن كنت تايه حيران. فرحتي ديما مقبوره وخدودي بالدمع محفوره. الدنيا غداره والزمان ما كان معايا مليح. ما تيجي برا جرح حتى كيتفتح الاخر. المأساة صبحت حاجة عادية في دارنا وتوقعاتنا كانت ديما خايبة. ترزينا في اختنا الكبيرة، مرض خبيث سرقها ما بين يدينا وماتت كيف ما مات الوالد. ورحلت معاها حتى التبسيمة الخايفة اللي كانت كطل مرات من شفايفنا الراجفة. كانت صدمة قوية وتجربة الموت هاد الخطرة عشتها لحظة بلحظة. من سرير الدار لبياص الإسعاف لسرير المستشفى وللنعش فوق كتاف تتعجل الغار. دازت فترة العزاء بصداعها ونحيبها وشوية بشوية نشفت العيون الباكية وتبحات الحناجر النايحة. حسبت هادي بحال جميع الكيات والجرح كيف ما بغى يكون مع الوقت إبرة ويتنسى. ولكن مباشرة من بعد هاد المحنة لقيت جهدي تقاضى وصحتي عليلة سقيمة. رجعت كنخاف من كل شيء. في وسط الناس ولا بوحدي كنت كنخاف. بين ربعة الحيوط ولا في الشارع كنت كنخاف. فايق ولا ناعس ديما خايف. تفاجأت بهاد الحالة. شفت واحد الطبيب فحصني وما لقى عندي حتى شي مشكل. عرف الظرف اللي كان مر به وعطاني شي مسكنات وفيتامينات ضد الإرهاق ونصحني باش نحاول ننسى ونعمر وقتي بأنشطة جديدة. ما خليت ما درت. لعبت الرياضة، درت تمارين الاسترخاء، بدلت الجو، سافرت، ولكن ولا نتيجة. حالتي النفسية ساءت. لما بدات عندي مشاكل في التنفس ما عرفتش كيفاش نسيطر على المشكل. فقدت توازني وتركيزي وصرت
بحال شي جرادة تعصف بها رياح الوقت وتمرغها في ترابو. حالتي نستني في كلش، حتى طموحي الأدبي رميته مرايا، وكان همي صراحة هو نصيب عصا جديدة تعاوني على الأقل نجمع الوقفة. في ديك الساعة ما بقاش يعنيني الصح من الخطأ، كل شي عندي ولا بحال بحال. عمرت وقتي بالصالح والطالح، وشبعت الوحش الساكن في عماقي. عشت حياة الخطية وشربت من كيسانها، وعملت شي مسايل نحشم حتى نطق بيها، ولكن حالتي بقات هي هي. دست عامين وانا في ديك الحالة، تهديت وعييت، عييت من صبر راسي ونقول هذا مكتوب الله. حطيت سلاحي وتخمامي ونيتي نسلم أمري العالي، تنت على المقراش وفرشت السجادة، أعطيت وجهي للقبلة وكترت من الصلاة والعبادة، تحزمت وتحصنت بالقرآن واستعدت بالله من كل شيطان وجان. لا عوين تفقدني لا صوت قال لي حتى نعام، ما دعنتش وعرفت باللي الجواب موجود في قلب السماء. هاد المرة جيت لعند الله كيف ما أنا، وقفت قدامه قلت ليه كاع داكشي اللي في خاطري، وساعتها بديت كنشوف أمور جديدة في حياتي كتوقع. الكوابيس والأحلام المزعجة تمسحات من منامي، رجعت كنعس مزيان وعندي سلام عجيب وراحة ما لها مثيل. الشي اللي متأكد منه أنه في واحد الليلة حلمت راسي بين جبال، ومديت يديا باش نتشبت بشي صخرة ولا أي حاجة. وفي ديك اللحظة شفت يد ممدودة ليا، ملي شديت فيها حسيت بحال شي تيار كهربائي داز في لوكور ديالي، داز في الجسم ديالي كله من راسي حتى لصبع رجليا. كانت هاديك بدون شك كانت لمست يسوع المسيح ابن الله الحي. فرمشت عين، اتزاحت الظلمة من عينيا وشفت النور الحق، الإله الحقيقي اللي عنده قوة وسلطان على المرض والموت وأي سلطة على وجه الأرض. رجعت للكتاب ديالي وكل عطاش وجوع نعرف شخص الرب أكثر وأكثر. كانت الآيات هاد المرة واضحة وكانت ناطقة بحب عجيب، حب ما له حدود، حب الله للناس كلهم، للشرار والخيار، للعالم كله. حب خلاه يضحي بروحه بابنه الحبيب يسوع المسيح من أجلنا احنا. كان صوته هاد المرة يهز عماقي، على الصليب فاتح درعانه يصرخ أجي ولعندي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا نريحكم. جريت لعنده وترميت عند رجليه، طلبت الغفران والسماحة من الله، وقبلت يسوع المسيح في حياتي كرب ومخلص، وبديت أول خطوة في طريق الإيمان. تعمقت في دراسة الكتاب المقدس، طلعت على كتب ومقالات كتفسر كلام الله، ولكن المسألة اللي فرحتني أكثر ونمت علاقتي بالرب هي الصداقة اللي نسجت مع أخوتي في الإيمان، مسيحيين مغاربة. حسيت في وسطهم بالأمان ولمست فيهم الصدق والمحبة والاحترام، وكنا عائلة وحدة ترنم وتشكر وتسبح الله بقلب واحد. أنا عندي إيمان وعندي ثقة بأن
الله اللي فتح قلبي والله اللي صنع معجزات في حياتي، هو اللي تيتحرك يعني وتيعمل في حياة ناس كتار يعني، حتى سواء اللي مزيانين ولا اللي خايبين. يعني من بين صراحة الاختبارات القوية اللي عشتها، وقع لي واحد الموقف مع واحد الأخ مسلم، وقع لي واحد المشكل مع أصدقاء ديالو، وضربوا واحد اللودن ديالو والغشاء ديال يعني ودنيه بدات كتسيل بالدم وتتقبليه غشاء الطبلة. هو فاش مشى لعند الطبيب، والمشكل أن الطبيب قال ليه ضروري خصك دير أوبيراسيون. وفي اللحظة فاش بغيت نمشي ذكرني الروح القدس بهذه الآيات: ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله. يعني وقلت أنا لهذا الشاب: شوف خويا، أنا مؤمن مسيحي وأنا غادي نصلي لك بالإيمان. وضعت إدي على الأذن دياله وصليت في اسم يسوع المسيح باش يشفيه. يعني داز الشهر على ذاك الحدث، وجاي فرحان وقالت لي: شنو وقع، انت بخير؟ وسولته على العمليه الجراحيه اللي خصو يعمل الودن ديالو. قال لي: شوف خويا، راه معجزه وقعت. قال لي: وانا عندي الايمان بان النهار فاش حطيت يدك شي حاجه وقعت. انا قلت لي: شنو وضح لي. قال لي: انا مشيت لعند الطبيب وقلت لي بغا ياخذ رونديفو. قال لي: شوف، شي حاجه وقعت للودن ديالك لان اللحم تجمع. قال لي: وفي ديك اللحظه تذكرت الصلاه. قال لك: انا ما صدقتش وقلت للطبيب: هي العمليه ما غاديش نديرها؟ قال لي: شوف ولدي، قال لي: انا متاكد الطبيب قال لي هذا الكلام بان معجزه وقعت، لان خصك دير عمليه كيفاش تجمع اللحم ديال الودن. قال لي: ما عرفتش. يعني احنا الاله ديالنا اله يعني تيشفي، واله ديال اختبارات حقيقيه، هذا ماشي كلام. احنا عندنا ايمان بان الكلمات ديال الله كتقول: ويكون اني قبل ما تدعون انا اجيب، وفيما هم يتكلمون بعد انا اسمع. وانت دابا كتشوف هذا البرنامج، يعني بالسلطان ديال اسم يسوع المسيح، احنا عندنا ايمان كلنا بان الله استجب لصلاتنا وبانك مشفي بدم يسوع المسيح، وحنا كنعطيو ليه هو بوحدو المجد، ماشي لينا، لانه هو رب الارباب ومالك الملوك، إيه المجد الى الابد، امين. تاملوا ما اعظم المحبه التي احبنا بها الاب حتى صرنا ندعى اولاد الله. هذه عطيه هائله. انسان كيولي ابن الله، كيولي الله هو الاب ديالو. هذا الكلام كيدخل الفرحه والسلام للكيان ديال الواحد. كريم كان كيعيش في يتم، كان يتيم، كان بلا اب، ولكن من اللي اكتشف الله، من يدخل الله في القلب ديالو وراه المحبة العظيمة، وراه بأنه عنده واحد الأب اللي عمره ما غادي يتخلى عليه، اللي عمره ما غادي يمشي بعيد، اللي غادي يوفي بهذاك الخصاص اللي كان محتاج فيه. كان كريم كيحب الأب دياله، كينتظر باش أنه يرجع لعنده ويسكن معهم في الدار، ولكن خلاه. كريم كان داير الثقة ديالو في بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الأمور اللي فانية كيفنا، بحالنا حنايا، بحال أي واحد فينا. فكلنا كنديرو الثقة ديالنا في أمور اللي زائلة، ولكن شنو هي النتيجة؟ النتيجة هي أنه أصيب بالكآبة والحزن، وبدا كيقلب على الأطباء كيف ما شفنا، ولكن لا الطب ولا اليوغا ولا كل وسائل اللي التجأ لها ما لقاش فيها الراحة. علاش؟ لأن ذاك الخصاص اللي كان فيه ماشي كيتداوى بالطب، هو خصاص روحي. كان الخصاص اللي عنده كان محتاج لله، كان الخصاص خصاص روحي،
لهذا ما لقاش حل في الطب. إخواني المشاهدين، إلى كتعيش هذه الظروف هذه، إلا كتعيش هذا الخصاص هذا، فما عليك إلا توجه لله، فما عليك إلا طلب أن الرب يدخل في القلب ديالك، أنه يصير الآب ديالك، فعمرك ما غتبقى تحس براسك يتيم. إخواني المشاهدين، ما غاديش نطول عليكم، ولكن نبغي باش ندير واحد النداء، باش أنك تفكر مزيان وتستافد من الكلام اللي قالوا كريم. خذ العبرة، لأن هذه تجارب حقيقية، لأن التجربة ديالو تجربة حقيقية، استفد منها وسلم حياة ديالك للأب وغترتاح. فالرب كيحيد تقل ديال الخطية اللي كتقل الكاهل ديالنا، كيوعدنا بأنه هو غادي يكون الأب ديالنا، وهو غادي يعطينا السلام، والسلام اللي كيعطينا الأب ماشي بحال السلام اللي كيعطيه العالم. وشكرا وإلى اللقاء.